من برنامجنا الصباحي كوفي بريك انطلقت معكم مشاهدينا حلقة جديدة عبر قناة مريم تي في. معي أنا سامية حداد، وعبر نص ساعة من الوقت كل نهار ثلاثة رح أتشارك أنا وياكم أربع فقرات من هوب سيلبرتيز جنرال نوليدج وأراوند ذا وورلد. مشاهدينا اليوم لأول مرة رح كون عم بتشارك معكم فقراتي الخاصة فيي، إن شاء الله تنال أعجابكم. قبل ما نبلش فقرتنا ما فينا نبلش غير ما نكون عم ناخذ انرجي وبوست، وهالانرجي ما بناخذها غير من قول. قولنا اليوم للقديس مارشاربي اللي بيقول الآية هي القربان، العلامة هي الصليب، الرسالة هي الإنجيل، وأما الخلاص بالكنيسة. من بعد هذا القول وهذه بتكون زوادة اليوم، هلأ صار فينا نبلش حلقتنا بأولى فقراتنا اللي هي هوب. اختارت هوب لتكون من اولى فقراتي لحتى كون عم بعطيكم فسحه امل. مشاهدينا نحن بمجرد اخترنا الامل كل شيء ممكن. اليوم خبريتنا مع الشاب مايكل اللي رح ناخذ من وراه عبره، وهو اللي رح يعطينا الامل. مايكل صاحب ال 21 سنه ما كان عم بيقبل حدا يوصفه، مع انه كان عم بيقدم على كتير محلات ليتوظف، وهو دارس بزنس ومش درسها هيك لانه ما كان عارف شو بده يدرس، درسها لانه بحب شو عم يدرس. فتحول من بزنس ستودنتس لبزنس اونر. ليه هذا الشاب ما كان حدا عم بيقبل يوصفه؟ لكن لانه كان عنده اوتيزم اللي هو التوحد، ففتح مقهى خاص فيه وسميه ريد وايت اند برو بنورث سميثفيلد. هو بيحب يسميه بيكن اوف هوب، وهلا قام اللي يكون عم بيساعد غيره، بيكون عم بيوظف اشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه. بتقول لامه لمايكل انه ما كان هين عليها تشوف ابنها قاعد كل نهار بالبيت بينما غير اولاد عم بيروحوا يشتغلوا ينجوا ويرجعوا باخر النهار يخبروا اهلهم شو صار معهم بنهارهم، فكان من كتير صعب عليهم يشوفوا ابنهم بهيدا الحاله. بيقول لمايكل انه هو كتير مبسوط، وبفتره قصيره صار المقهى كتير مشهور، وصاروا يجوا عليه العالم واهل الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصه، وعيونهم مدمعه ومبسوطين انه اولادهم رح يتقبلهم للمجتمع وكلهم امل. هذا المقهى كتير انشهر وحبوه العالم، ومايكل من خلال هذا المقهى حب يوصل رسالة ويقول الأشخاص يلي بيعانوا من مشكلة كمان فيهم يكونوا عم يشتغلوا وينجوا ويتقبلوا المجتمع. أهل مايكل مبسوطين كتير وفخورين فيه وأكيد عم بيدعموه، وبيقولوا أنه هو من سنة لورا ما كان بهالقوية وبهالثقل من النفس اللي عم جياها هلأ. مشاهدينا ما تحكموا على حدا من شكله أو من الاختلاف اللي هو عنده إياه. الإعاقة مش بالشكل ولا بالاختلاف، الإعاقة بالفكر وبالتفكير. هذا كان فسحة الأمل اللي أعطينا إياها مايكل، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. تقبلوا غيركم على أشكاله وعلى أنواعه، ولو كان عنده لو كان بيختلف عنا ولو كان عنده مشكلة معينة. بعد انتهاء هذه الفقرة بننتقل لفقرتنا الثانية اللي هي سيلبرتيز. بعد 53 سنة اكتشف الملحن بيتو ببريطانيا لحن لفرقة البيتلز، كانت مسجلة على كاسات وما صدرت بوقتها سنة 68. هاو كان اخبار سيلبرتيز اللي بتحبوا على طول تعرفوا اخبارهم واخر تطوراتهم. بعدكم بكل فقره كنا عم جيب لكم اخر اخبارهم واخر تطوراتهم. وبعد انتهاء هيدي الفقره بننتقل لفقرتنا الثالثه اللي هي جنرال نوليدج. لأن الثقافة ضرورة ولأن الثقافة هي هويتنا، فأنا اخترت جنرال نوليدج لتكون واحدة من فقراتي لحتى أكون عم سلحكم بالمعلومات تكونوا أنتوا عم تستفيدوا وأنا أستفيد من هالمعلومات بنفس الوقت. اليوم شو المعلومة اللي رح نتعرف عليها؟ رح نتعرف على مين أول شخص اخترع أول هاتف نقال اللي هو هلأ بنسميه السلولار أو الموبايل. هذا الجهاز يلي قلب اتجاهات البشريه راسا على عقب واصبح اليوم من اساسيات حياتنا اليوميه واصبح ادمان حياتنا اليوميه. دكتور مارتن كوبر هو صاحب هذا الاختراع. لمحه سريعه عن حياه دكتور مارتن كوبر، ولد سنه 1928 بشيكاغو، هو هلا بيبلغ 92 سنه من العمر.
يقيم بكاليفورنيا وهو أمريكي الجنسية، تخرج بشهادة ماجستير كهندسة كهربائية وهو عضو بالأكاديمية الوطنية للهندسة، هو أكيد متزوج، خدم عسكريا بالحرب الكورية. إنجازاته ما اكتفت بس على الهاتف النقال، بل كمان عامل شبكات خلوية، قام بالراديو بالخطوط الهاتف المحمول، ومن بعدها ليقوم ويأسس مع زوجته شركة خاصة فيهم بتساعد الشركات اللي بعدها فاتحة جديد. بعود التاريخ لسنة 1947 وقت بلشت بالتجارب شركة لوسنت، جربت تكون عم تعمل الهاتف النقال بس ما زبط معها بمعملها بنيو جيرسي. هذا الإنجاز يلي مثل ما ذكرت عمله دكتور مارتن كوبر اللي هو الباحث بشركة موتورولا اللي عمل فيها 29 سنة. أجريت أول مكالمة من هذا الهاتف النقال عام 1973 بمؤتمر صحفي بنيويورك، جرت أمام عدد من الصحفيين، جرت لمدة 35 دقيقة. أول هاتف نقال نزل على السوق كان بحجم بوكيت سايز، يعني بالساعة بالجيبة، بس بالرغم من حجمه الصغير سعره ما كان أبدا هالقد صغير، كان سعره 4000 دولار، وأول هاتف نزل بجابان باليابان. وزنه لأول هاتف نقال كان 2 كيلوغرام، وبعد 4 استعمالات وصل وزنه للنص. شو المبدأ الرئيسي تبع هيدا الهاتف؟ المبدأ للهاتف النقال بيعتمد على دايرة استقبال وإرسال عن طريق إشارات، ذبذبات عبر محطات إرسال فضائية وأرضية. أما خصائص هيدا الهاتف، فكنا عم نتصل بالآخرين وين ما كنا أو وين ما هن كانوا بالعالم، كنا عم نرسل رسالات قصيرة اللي هن المسجز، نكون عم نشوف الآخرين، ونكون عم ننزل أبليكيشنز من حيال أنواع من بيناتها ألعاب للتسلية، نكون عم نسمع للرسائل الصوتية اللي هي الفويس مسجز، ونكون عم نعمل بأعمال إن كانت تجارية مالية اتصالية أو ترفيهية. إلى جانب كل الإيجابيات، لكل شغلة إلها إيجابياتها وسلبياتها، وإذا ما عرفنا استعملناها بمودريشن أكيد منتأذى من سلبياتها. كمان لهيدا الهاتف النقال سلبياته، من سلبياته التعرض بشكل كبير لذبذبات البث، أو نحط هيدا الهاتف بجانب القلب، بضر بالصحة وأحيانا بيؤدي لحدوث أعطال بأجهزة تنظيم ضربات القلب، وأيضا الإشعاعات والموجات اللي بتصدر منه مضرة بالصحة. أما استعماله لوقت طويل فبنخلينا نكون أدمنا عليه. كيف تطور هذا الهاتف؟ تطور كتير بسرعة، وصار حتى بيستعمل، صار هاتف ذكي، وحتى صار في منه على شكل ساعة فيه كافة إمكانيات الهاتف المحمول العادي، من إنترنت، من تحديد المكان، من تحديد الخطوات كم خطوة مشينا، من تحديد دقات القلب وغيرهم وغيرهم. من الجوائز اللي ربحها مارتن كوبر سنة 2009، ربح جائزة البحث التقني والعلمي، بسنة 2013 ربح جائزة الماركني، أيضا سنة 2013 ربح جائزة تشارلز ستارك درابر للهندسة، وجائزة وابي للايف تايم اتشيفمنت. هذا كان خبرنا أو معلومتنا لليوم. أكيد بوعدكم بمعلومات لكل مرة لحتى نكون عم نتسلح بهالمعلومات ونكون عم نستفيد أنا وياكم من هالمعلومات. وبعد انتهاء هيدا الفقرة بننتقل لفقرتنا الأخيرة اللي هي Around the World. بفقرة Around the World مشاهدينا، كل مرة رح أخذكم ببرمي على بلد معين، كنا عم نتعرف من خلاله على حضارة، أصول، تراث، فن، أكل، رأس هذا البلد وكل شيء مميز فيه. اخترت كأول مرة بعرض عليكم هيدا السيجمنت تكون من أولى البلاد اللي بحكي عنها، بلد مش غريب عنكم، هو بلدنا لبنان. لبنان من الدول العربية عاصمتها بيروت، بتقع على الجزء الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. بتميز لبنان بأربع فصول، لغته هو اللغة العربية، بس بالقدم ما كانت اللغة العربية، كانت اللغة الفينيقية. لبنان بيعتبر موطن لأقدم الحضارات البشرية، وبتميز أيضا بتعدد الطوائف الدينية واللغات.
كان لتضاريس لبنان الوعرة دور مهم على مر التاريخ بلجوء الجماعات لها. أما لبنان أعلن كجمهورية عام 1926 وأخذ استقلاله بعد الانتداب الفرنسي عام 1946. خلينا نحكي شوي عن العلم اللبناني اللي مر بعدة تغييرات. العلم اللبناني الحالي مثل ما عم تشوفوا بالصورة، مثل ما كلكم بتعرفوا، مستطيل الشكل، مقسم لثلاث أشكال باللون الأحمر من فوق ومن الأسفل، بيتوسطوا اللون الأبيض وأكيد مع أرزة خضراء. شو دلالات العلم اللبناني؟ دلالات اللون الأحمر بتعني على لدم الشهداء، اللون الأبيض للسلام، أما الأرز للقداسة، الخلود والسلام أيضا. جغرافيا لبنان كان نقطة عبور بين الدول العربية، صار أنشأ الأنشطة التجارية، كان وجهة سياحية، هو دولة ذات مركز تجاري ثقافي ومصرفي. أما الزراعة وتربية المواشي فكان لها دور مهم بيعتمد عليه الاقتصاد. العملة عملتنا هي الليرة اللبنانية، أما مساحة لبنان فتبلغ 10452 كيلومتر مربع. الدولار كان عملة متداولة وبعدها لهلأ بشكل كبير ببلدنا لبنان. أما الحرف، اعتمدنا الحرف التقليدية من سلة اللي هي السلة، من سجاد، تطريز، ذهب، فضة، حرف فخارية والسيراميك. ثقافيا ثقافتنا متعددة، عنا ثقافة عربية وغربية، تعددت ثقافتنا بين هول الاثنين بسبب الانتدابات اللي حصلت ببلدنا. أما المطبخ اللبناني فبيشتهر بالمأكولات مثل التبولة، الحمص، الكبة، ورق العنب، وأكيد معروف كرم الشعب اللبناني. الفن، للفن كان عنا جزء كبير من ثقافة لبنان، وأيضا للمهرجانات الموسيقية حصة مهمة، أهم مهرجانات بعلبك. برز عدد من فنانين لبنان، برزوا بالمسرح وبالأوبرا العالمية، كان عنا إنتاج سينمائي وتلفزيوني مهم وبعده لهلأ. ومن أهم مطربي لبنان عنا فيروز صباح ووديع الصافي. تراثيا اشتهر لبنان بالدبكة، بالفولكلور، بالأغاني الشعبية وبالزجل أيضا. أما سياحة لبنان فبسبب نشوء عدة حضارات على أرضه تعددت سياحة لبنان، عنا الحمامات العثمانية، عنا المدن الفينيقية، عنا المساجد المملوكية، القلاع الصليبية، المعابد الرومانية اللي بتقتبس آلاف السياح سنويا. أيضا عنا سياحة ثقافية مثل اللوحات الفنية والعملات، السياحة الطبيعية مثل غابات الأرز، سياحة دينية مثل المقصد، هو كان مقصد المزيج من الديانات. ركاب سريع عن شو كانت حلقتنا اليوم. أول فقرة لقلنا كانت فقرة هوب، لحكينا فيها عن الشاب مايكل اللي عنده توحد وما حدا كان يقبل يوصفه ففتح المقهى الخاص فيه. تاني فقرة عنا كانت سيلبرتيز اللي حكينا عن آخر تطورات وأخبار مشاهير. تالت فقرة كانت عنا جنرال نوليدج اللي حكينا عن مين أول شخص اخترع الهاتف النقال وأول هاتف اخترع. وبآخر فقرة الراوند وورد حكينا عن بلد مش غريب عنكم لبنان، وتعرفنا على تراثه وحضارته، الفن، الرقص، والأكل اللي فيه. نصايح ذهبية قبل ما أختم مشاهدينا، تكونوا عم تنتبهوا من فيروس كورونا، تكونوا عم تلبسوا الكمامة، تكونوا عم تغطي الفم والتم، تكونوا عم تاخذوا اللقاح، وحتى لو اخذتوه تضلكم عم تنتبهوا من فيروس كورونا، تكونوا عم تعقموا ايديكم وتضلكم عم تاخذوا مسافات امنه بين بعض، تتقبلوا الاخرين وتتقبلوا اختلافات الاخرين على اشكالهم، يضل الامل مسيطر على حياتكم، تضلكم عم بتصلوا وما تملوا مشاهدينا. ان شاء الله يكونوا عجبوكم فقرات اللي قدمت لكم اياهم اليوم لاول مره، واكيد بوعدكم كل مره يكون عم اقدم لكم معلومات جديده وفقرات غنيه بالمعلومات. من هون مشاهدينا للاسف تكون خلصت حلقتنا لليوم، بوعدكم اكيد بحلقات مقبله، وانا بشوفكم بحلقات مقبله. من هلا لوقتها تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي مريم تي في لبنان. باي باي.